السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لحضراتكم جميعا. والسكر التراكمي، وإيه هو السكر التراكمي وأفضل دواء لعلاج السكر التراكمي؟ حلقة مهمة والله. في ناس بتسألني إلى الآن ويقول لك يعني إيه تراكمي؟ والتراكمي هنشرحه بالتفصيل، لأن فعلا حسيت إن الناس فعلا محتاجة تعرف حاجة زي كده. السكر التراكمي وعلاقته بالسكر ايه، ويعني ايه تراكمي، وليه سمي بالاسم ده، والعلاج الافضل لعلاج السكر التراكمي، كل دي حاجات الناس كلها بتسالني الى الان، الى اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي، ايه هو السكر التراكمي. فاللي عارف هيزيد معلوماته، واللي ما يعرفش هيعرف الجديد في موضوع السكر التراكمي. انتوا عارفين كرات الدم الحمراء يا جماعه، كرات الدم الحمراء بيلتصق بها الطبيعي خالص، احنا بنتكلم على حاجه الانسان الطبيعي يعني فسيولوجيا، بيلتصق بها السكر. يعني اي كرات دم حمراء بتلاقي السكر ملتصق بها بنسبه كده معينه، يعني نقول مثلا 4.5 5 5.7% مثلا. يعني كل كرات الدم الحمراء اللي في جسمنا بيلتصق بها السكر ده. طيب كرات الدم الحمراء دي بتعيش 120 يوم، من 100 ل 120 يوم، يعني 3 شهور 4 شهور، وبتتكسر وتتجدد، خلايا الدم بتاعتنا بتتجدد. فهو السكر ملتصق بها كده. طول ما السكر بتاعنا طبيعي في الدم، انتوا عارفين ان السكر اللي في الدم عشان يحافظ على من 180 من 80 ل 120 ده بما يعادل معلقه ونص سكر، معلقه ونص سكر من بتاع الشاي، دول هم دول اللي بيحافظوا على السكر ده، مستوى السكر في الدم. تخيلوا احنا بناكل في اليوم كام معلقه سكر، فبيحافظ على السكر ده ويبدا. طب نفترض السكر ابتدى يعلى، فشيء طبيعي نصيبك الكرات الدم الحمراء هيلتصق فيها حاجه اكتر. يعني كان انت جايب تورته كان هياكلها اربعه، فاتنين مشوا ففضل اتنين، فكل واحد ياخد نص، فالسكر عالي في الدم، يقوم التصاقه بكرات الدم الحمراء كمان عليت. يبقى احنا كده السكر عالي وكرات الدم الحمراء اللي نصيبها من السكر ابتدى يزيد، ويبقى كده دي كرات الدم الحمراء زادت معاها نسبة السكر في الدم. بتزيد بقى بالمقياس، بيقيسوا بالجهاز يلاقوها 5.7 فيما فوق لغاية 6.4، يقول لك ده مرحلة ما قبل السكر. يعني العمالة تزيد تزيد ما بتنزلش، تزيد تزيد ما بتنزلش، وزنك بيزيد يزيد ما بينزلش. فأصبح دلوقتي لغاية 6.4 ده مرحلة ما قبل السكر. لما يبدأ السكر يعلى أكتر في جسمك، وزنك يزيد، وتبدا تحس بالارهاق والتعب والنوم الكتير والحاجات دي كلها، يبدا تحس بقى بعدها بايه، بان التراكمي بقى 6.5. هو ده بقى المرحله اللي ايه بنقول عليها المريض سكر. يجب ان احنا لا نعتمد عليه في التشخيص، هو بنعتمد عليه في ضبط السكر. يعني انا لما يجي لي مريض سكر خلاص عرفنا ان هو عنده سكر وظبطته تمام. طيب ليه ما نعتمدش يا دكتور عليه في التشخيص؟ لسبب بسيط خالص، وهو ان السكر التراكمي ده ممكن يوم ما انت تجي لي سكرك يبقى 300 او 400 وتعمل سكر تراكمي طبيعي، لان لسه معليش، هو عشان يعلى بياخد 3 شهور. فما نعتمدش عليه في التشخيص. طب ما انا هعمله ليه؟ لا، ما انت ما يكون عندك اعراض وبتروح الحمام كتير وعندك زغلله في عينيك وتعب وارهاق وعندك البقع اللي بتظهر في الرقبه وسقاليل في الجلد وجرح مش بيلتئم وسنين عماله تتخلع، كل ده لازم نفهم كويس جدا ان عشان عندك الحاجات دي فانت بتعمل تحاليل كامله عشان تشخص السكر، ضمنها السكر التراكمي بس لا نعتمد عليه. يعني ممكن السكر التراكمي اعمله لك دلوقتي يطلع 6 5.7، فانا كده مش هعتمد عليه، انا هستنى. لا، ده انا هعمل تحليل الكيرف، هديك محلول وجلوكوز واقيس كل نص ساعه وكل ساعه وكل ساعتين. طيب وغير كده كمان ان انا هقيس عشوائي كذا مره في اليوم عشان اتاكد واعمل تحليل البول. فالسكر التراكمي ممكن ياخد 3 شهور على ما يطلع يعلى، فعشان كده ممكن تجي لي انت في اليوم ده لسه انت معليش عندك سكر تراكمي وكده. لكن لو سكر تراكمي، لو عملنا سكر عشوائي وطلع فوق ال 200 خلاص انت مريض سكر. السكر الطبيعي اللي هو تحت ال 100 صايم، فوق ال 100 يعني لغايه 140 بعد الاكل بساعتين، لو هو فوق ال 100 بقى مرحله ما قبل السكر لغايه 125، لو فوق ال 140 لغايه 200. المعلومات دي كتير جدا، هيقول لي ما احنا عارفين المعلومات دي بس في ناس فعلا ما تعرفهاش. فهيجي واحد يقول لي طب يا دكتور ايه العلاج اللي هنزل بيه السكر التراكمي؟ يا جماعه السكر التراكمي ده تحليل دم، تحليل دم، مش مرض، ده تحليل. زي الواحد عنده انيميا، في ايه اللي بيرفع الانيميا؟ يعني ايه اللي هيرفع؟ الدواء اللي هيعمل ايه؟ اللي ينزل السكر.
الدواء السكر عالي اللي هينزل السكر بتاعنا ايه؟ الأدوية اللي احنا بناخدها. فأصبح دلوقتي ايه الموضوع؟ ان انا اي حاجة هتنزل لي السكر التراكمي مفيدة. اكلك دايت احسن حاجة، وزنك ينزل، الأدوية اللي تمشي مع حالتك. يعني في حد بعت لي من يومين، ايه رأيك يا دكتور في الدواء ده؟ بعت لي صورة الدواء، قلت له بصراحة خدته جميل قوي الدواء وشكل الشريط حلو، وانا مش عارفني لمين والايه وازاي، لان في واحد هيقول لي برضو، خلي بالكم في التعليقات هتلاقي حد طالع يقول لك يا دكتور طب ممكن تقول لنا الدواء اللي احنا ناخده عشان ننزل السكر التراكمي؟ السكر التراكمي تحليل دم، ما بيحتاجش تكون صايم، تعمله في اي وقت عشان تبقوا عارفين، بتعمل كل 3 شهور، مفيش داعي نعمله كل شهر، ومفيش داعي نعمله كل اسبوع. اول ما الواحد بيجيله السكر بيجيله هسس كده، انا بعمله كل يومين، انا في ناس جولي عملوه كل يومين يقول لك معلش عايز اتاكد، ما مش كده خالص. وبيختلف الموضوع، لو واحد عنده انيميا، واحده حامل، في تحاليل معينه بنبقى عارفين البارامترز بتاعتها. فالدواء ادويه السكر كلها اللي هتناسب المريض ده واللي هتعالجه وهتنزل السكر، السكر التراكمي هيظبط. وافضلهم الصيام المتقطع يظبط السكر التراكمي، نظام الكيتو دايت يظبط السكر التراكمي، وارجوكم محدش يعمل صيام متقطع ولا كيتو دايت الا باشراف طبي، ان في ناس بتفهم الموضوع غلط وبيضروا نفسهم. فعشان خاطري اللي يعمل سكر تراكمي او يعمل نظام صيام متقطع يبقى عامل حسابه انه يتابع مع دكتور. الكيتو دايت فن في العلاج، لابد ان هو يتابع مع طبيب. ادوية السكر كتير، مفيش مريض شبه التاني. المريض اللي هو بياخد دواء احسن دواء سكر للمريض وافضل دواء لخفض السكر التراكمي، واللي هيبقى كويس اللي يناسبك انت مش اللي يناسب مريض تاني. لان في ناس بتيجي يقول لك ايه، انا فلان خد الدواء، والله يعني الحاجات دي بنشوفها في العياده فعلا، خد الدواء الفلاني والسكر التراكمي بتاعه ظبط. هو مش زيك، في ناس بتخف على الجلوكوفاج، في ناس بتخف على الاكل بس، في ناس بتقعد فتره بتاخد ادويه وانسولين والسكر عالي. كل مريض مش شبه التاني يا جماعه، يعني فعلا انتبهوا للنقطه دي. لازم تتابع مع دكتور وتشوف الاخبار ايه، تشوف السبب ايه، الارتفاع السكر ده ليه، ايه اللي حصل. كل دي حاجات لابد ان انت تبقى عارفها كويس جدا. سكر تراكمي نظام تحليل لضبط السكر، يعني بنعمله كل 3 شهور ل 4 شهور عشان نطمن ان انت ماشي كويس وعلاجك ماشي كويس، ومفيش حاجة اسمها علاج السكر التراكمي عشان تبقى الناس فاهمة. أرجو أن المفاهيم بتاعتنا تتصلح، ده مجرد تحليل دم وهيتزبط كل ما السكر بتاعك زبط. أنا سعيد أن أنا يعني بتكلم معاكم دايما، وببقى فرحان جدا أن حد يجي لي بانطباع في العيادة يقول لي أنا يا دكتور استفدت من الفيديو ده، لأن فعلا ما تخليش الفيديو يقف عندك أنت عشان ناس كثيرة تستفيد. واتمنى ان شاء الله ان تكون معلومه السكر التراكمي وصلت ليكم بطريقه سهله شويه، وانا بشكركم وتحياتي ليكم جميعا.